أصدقائي أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج شبابيك. في كل حلقة بنفتح شبابيك كتير. النهاردة يوم مختلف. النهاردة عايزين نهني كل الأمة الإسلامية، كل الأمة العربية بمولد رسول عليه الصلاة والسلام. اليوم مولد الرسول، مولد الرحمة والنور. هنأكم الله بصحبته يوم النشور، ورزقكم من يده الشريف الماء القرور. يعني عايز أقول مولد سيد البشر. النهاردة احتفال غير عادي طبعا، ويوم اتهزت بيه، قامت فيه معجزات كتير، قامت فيه حاجات كتير جدا جدا جدا. يوم مهم جدا جدا، ونقول لكل الأمة الإسلامية وكل الأمة العربية كل سنة وانتم طيبين، وأعاد الله علينا بأعوام كثيرة وإحنا بصحة وخير وسلام. النهى، ازيك يا محمد؟ ازيك يا محمد، كل سنه وانت طيب، وكل سنه ومشاهدينا كلهم طيبين وبالف خير، وقناه الصحه والجمال والعاملين بيها والامه الاسلاميه كلها بالف خير. عايز اقول كلمتين من قلبي، مساء من القلب لميت قلب، لميت مليون قلب. شبابيك بالمولد النبوي بتهنيكم، والخير والبركه تتمنى ليكم. عاداتنا كلها مصرية وأصولها فاطمية، وكل المصريين عليها متربية. في مصر أم الدنيا، المولد حاجة تانية، الكل سعيد وفرحان، والحلوة في كل ميدان، عروسة وحصان عاداتنا من زمان، وبلادنا دايما محروسة وبألف خير. ودي كانت تهنئة من قلبي ليا مشاهدين شبابيك. كل سنة كل الجميع الموجودين المصريين المسلمين الطيبين. نهى، هي دي زي ما بيقولوا الوحدة الوطنية، هي دي المحبة اللي طبعا ما بيننا كلنا، هي دي الروح اللي موجودة في مصر، وعلى ما أعتقد الروح دي موجودة في مصر بس. أنا بستنى المولد عشان الحلاوة يا محمد، بستناه من السنة للسنة، وأنت ضحكت عليا ما جبتليش الحلاوة النهاردة. بعد ما نخلص الحلقة ليكي، عايزة حصان ولا عروسة؟ عروسة أكيد. كل سنة وكل مشاهدين طيبين. طيبين وبخير. النهاردة أصدقائي إحنا معانا النهاردة في حاجات كتير جدا، وفي مسابقات وفي جوائز وفي حاجات اللي احنا موعدينكم بيها في كل حلقة، بس النهاردة حابين نتكلم في أكتر من موضوع، ولازم تشاركونا إن شاء الله في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. وهنتكلم في حاجة جميلة جدا، فموضوع مهم جدا، موضوع بسيط جدا، موضوع لو كلنا نعمله صدقوني هنوفر على بعض صراعات كتير جدا، هنوفر على بعض مضايقات كتير جدا، هنوفر على بعض ضغوط نفسية كبيرة جدا. ايه موضوعنا النهارده؟ هنشيل احمال من علينا يا محمد رهيبة. يعني هنشيل احمال من علينا، وهنشيل احمال من على غيرنا من ضغوط الحياة. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن، بيقولوا الكلمة الحلوة صدقة. الكلمة الحلوة صدقة. نتكلم عن جبر الخواطر. جبر الخواطر، ايه رأيك في جبر الخواطر؟ في كلام حلو الاول هتقولي عن جبر الخواطر؟ في كلام طبعا حلو. يلا نقول الكلام الحلو. شاعرنا دايما محضرين الكلمات الحلوة. تمام. نشكره دايما على كلماته الجميلة. بنقول بلاش نتعاتب ونتخاصم ونتقاضى، مدام بالخير الخواطر نقدر، مدام بجبر الخواطر نقدر نتصالح ونتراضى. شباك جبر الخواطر على طول مفتوح، بالحب مفيش حد يبات مجروح. خليك محب ومعين وجابر للخاطر، الرحمن ينجيك من المهالك والمخاطر. ويا بختك يلي تداوي المجروح مكسور الخاطر، وتمسح دموع القريب والغريب وابن السبيل العابر. انت النهارده جابر، بكره تكون مجبور، الدنيا دواره وعلى البشر بتدور. اجبر الخاطر واصنع الجميل والمعروف، الدنيا زايله واحنا عليها ضيوف. يا مالك الكون عليك جبر الخواطر، سبحانه انت على كل شيء قادر. فعلا رايك في الكلمات الحلوه؟ الكلام حلو طبعا. انا عايز اقول يا جماعه عن جبر الخواطر، كتير مننا سمع عن جبر الخواطر، كتير مننا سمع حلقات بتتكلم عن جبر الخواطر، وكتير مننا حد جه خد بايده وجبر خاطره، لكن احنا عملنا ده؟ يعني قول لي اخر مره انت وقفت جنب حد وجبرت خاطره، افتكر كده. مش لاقي ولا لاقي؟ يعني قدرت توصل لكم موقف؟ موقف اتنين
ثلاثة. ده قليل ولا كتير؟ طب اللي اتعمل معاك بقى أكتر ولا أقل؟ لازم يا محمد تكون الحاجات اللي اتعملت تكون كبيرة قوي، ولا تكون مع حد هو ضعيف. ده يعني جبر الخاطر، مش شرط يكون بني آدم ضعيف فأنا عشان هو ضعيف فأنا بجبر بخاطره. لأ، ياما في ناس قوية جدا وبيجي عليهم لحظات محتاجين فيها طبطبة، محتاجين حد بس يسمع لهم، محتاجين حد يقول لهم الله ايه اللي انت عامله ده، جميل ده، حلو. كل ده جبر خاطر. انت اللايك بس اللي بتعملها لحد او بتبعت له قلب على بوست هو عامله، ده جبر خاطر. الكلمة الحلوة من الزوج لزوجته، ده جبر خاطر. كلمة لجارك، السلام، حتى السلام اللي احنا بنقول السلام لله، السلام ده جبر خاطر. فأنا بقيم جبر الخاطر ان هو مش شرط يكون حد غلبان او حد عابر سبيل فأنا بديله حسنة او لا، مش هو ده بس جبر الخاطر. جبر الخاطر احنا لازم يكون في بينا كلام حلو. الناس بتخلط بين جبر الخاطر والمجاملة. لا، المجاملة انا ممكن اهني حد بجامله في فرح او حاجة، دي مناسبة واجب. لكن جبر الخاطر، جبر الخاطر ده طبطبة، كلام حلو، حنية، ود، حب معروف تصنعه مع حد، كل ده جبر خاطر. مش في حياتنا في بعض الأحيان ممكن حد تبقى قاعد معاه ويقول لك ممكن تعملي كذا، فانت تبص له قوي يقول لك طب علشان خاطري، علشان خاطري بتعملها له، صح؟ ايه صح. كلمة علشان خاطري دي؟ ما انت عملت ايه؟ صححت ايه؟ حسيت جواك بايه؟ اكيد حسيت باحساس انه علشان خاطري، انه له، هو حاسس بمعزه جواك، او حاسس انه ليه خاطر جواك، او حاسس انه له مكانه جواك، فعلشان كده انت تنفذها له. طب مين قال ان كل الناس اللي حوالينا ما لهمش مكانه؟ مش لازم تجبر خاطر حد، انت ممكن تجبر خاطر حد ما شفتوش، ما تعرفوش، ما قابلتوش، ممكن بتليفون، بمكالمة، حد بيشتكي لك مشكلة تسمعه. يعني بعد ما بنخلص الحلقة في مكالمات كتير بتجيلي لناس أنا مش قادر أساعدهم، حقيقي أنا مش قادر أساعدهم، لكن لو بإيدي أساعدهم كنت هعمل حاجات كتير. ومع ذلك أنت ممكن تكون بتجبر بخاطرهم، بتكلمهم كلمة حلوة. أنا مش بس الكلمة الحلوة بس، أنت المواقف كمان الحلوة. طيب إيه رأيكم؟ نجبر بخاطر الناس اللي ما نعرفهمش، ولا نجبر بخاطر الناس القريبين مننا؟ آخر مرة رحت زرت خالتك، عمتك، ابن خالتك، ابن عمتك، جدك، جدتك إمتى؟ لو هنتكلم على صلة الرحم، طب خدها من جبر الخواطر. إمتى؟ إحنا مقصرين في حاجات كتير. وخلي بالك التقصير في الحاجات الكتير اللي إحنا فاكرين إن سرعة الحياة ودوامة الحياة وصعوبة الحياة هي اللي مخليانا مش قادرين نعمل ده، انت لو عملت ده بالفعل مش هتحس لا بصعوبة الحياة ولا بضغوط الحياة، لان هتلاقي متعة الحياة معاهم. هتستعيد ذكرياتك، هتهدى، هتلاقي عندك هدوء نفسي، بتتكلم بهدوء، بتتكلم مع ناس بتحبك، مع ناس بتحبها، بتتكلم وانت مرتاح، بتتكلم عن ذكريات قديمة، بتتكلم عن المستقبل، بتتكلم عن الضغوط اللي انت موجود فيها، هتلاقي حد تفضفض معاه وانت سايب ايديك. جبر الخاطر ان انت وانت ماشي في الشارع او ولقيت حد، مش هقول لك ان انت تساعده، بس انت ممكن تجبر بخاطره لو خدت ايده كده وعديته الشارع، تمام؟ ان انت لما حد بيسال، ودي في المصريين معروفه جدا، في المصريين لما حد بيسال حد على الشارع، ده انت ممكن وانت ماشي انت ممكن تمشي معاه خطوتين علشان تشاور له على المكان اللي موجود، ده بتجبر خاطره. ده الضحكه في وش الناس جبر خاطر. كويس. لكن عايزين نقول احنا ليه ما بنعملش ده؟ ليه بقينا قاسيين على بعض؟ ايه اللي وصلنا لده؟ ايه اللي وصلنا لمرحلة ان احنا ما بقيناش طايقين بعض؟ بنخون بعض، بنسرق بعض، بندبر مكائد لبعض. ليه كل ده؟ علشان ايه؟ عشان ممكن يا محمد في ناس قابلت ناس في طريقها تعرضت يعني من الناس دي لخذلان او كسرة او فعممت. ده جزء يعني ناس كتيرة بتتأثر مثلا من ناس بمشكلة بأي حاجة، بتقول لك خلاص كله بقى كده،
طب ما انا هعمل زي ما هو عمل. طب وانت فين؟ انت فين بقى انت وعلاقتك بربنا وعلاقتك بالصلاة والدين والعبادة فين؟ ما هو جبر الخواطر ده هنتحاسب عليه، ده عبادة من عبادات ربنا. انا عايز اقول ان جبر الخاطر يعني اتخيل ان انت لو انت ماشي والموبايل بتاعك فقدته وقع منك واتصلت بيه لقيته مقفول، هتزعل جدا جدا. طب لو اتصلت بيه واللي لقى التليفون بتاعك رد عليك وقال لك انا موجود، انت فين، تعال لي في المكان الفلاني، وخدت تليفونك، هتحس ان كل الامان في الدنيا كلها. طبعا. يعني انت لما بتعمل، انت لو لقيت تليفون وعملت كده انت نشرت الامان. لو انا عملت كده وانت عملت كده وغيرنا عمل كده، احنا كلنا هنسعى ان احنا نبقى كويسين. جبر الخاطر ان لو حد ضعيف جه يستنجد بيك ما تردوش. لو حد جه، مش عايز اقول ان انت لازم علشان تروح عزومه لازم تروح لحد مهم، ده لو حد بسيط جه عزمك الاولى ان انت تروح له علشان تجبر بخاطره. المريض اللي مش قادر، اللي ممكن تلاقي عنده ان انت لازم تزوره او ان انت تقف معاه او ان انت مش لازم تجيب له هديه، انت لو حطيت له مبلغ من المال في الوقت الحالي جبرت خاطره وسديت عجزه ووقفت معاه. مواقف كتير جدا ممكن نعملها علشان نجبر خاطر الناس اللي حوالينا. طيب ابوك وامك بتجبر بخاطرهم؟ ودول الاولى. خلي بالك هي درجات، الدرجه الاولى الاب والام، الدرجة الثانية الإخوات، الدرجة الثالثة الأولاد وزوج وزوجة، الدرجة الرابعة الأصدقاء، الدرجة الخالة والعمة والقرايب، الدرجة المجتمع اللي حواليك، الناس اللي بتتعامل معاها في الشغل، أصدقائك اللي في كل مكان. الله، الموضوع بيتوسع ويتوسع. طب كل واحد فينا عامل التاني كويس، على ما أعتقد إن إحنا كلنا هنجبر بخاطر بعض. عارف لما تجبر بخاطر حد، تخيل إن أنت كده قاعد زعلان وحد كده بيطبطب على كتفك، مالك في ايه؟ الكلمة دي ممكن تخليك طاير من الفرح. طبعا. تمام؟ الموضوع مختلف تماما، الموضوع احنا ليه عايزين الناس تعاملنا دايما احسن ما احنا بنفكر نعاملهم. وده دروب كبير جدا بنقع فيه، ان احنا عايزين المقابل قبل ما ندفع او قبل ما نقدم الخدمة، عايزين الخدمة تبقى عندنا. ما ينفعش، انت لازم تقدم انت الاول خطوة علشان تحصد خطوات كتير، واللي بتقدمه دلوقتي بتحصده طبعا غصب عنك. طبعا هتحصده طبعا. لو قلنا في نصايح علشان جبر الخواطر، ننصح نقول 1 2 3 ولا نقول ازاي نأثر ونتأثر بجبر الخواطر؟ بلين القلب يعني. مش شرط عشان انا في مشكله بيني وبين جاري، مش شرط ان انا اشوف والف وشي الناحيه التانيه وامشي. يعني لو سمعته في أزمة بيصرخ بمحتاج مساعدة، أو حتى شفته، طب ما أرمي سلام وخلاص. يعني مهما كانت المشكلة خلاص اقفلوا على المشكلة، جبر الخاطر في حتة تاني. يعني أنا عن نفسي بتعامل بالطريقة دي، بحط المشاكل على جنب والمعاملة بعد كده لربنا. فيعني أبسط حاجة خلي لين في قلبك. تعرف لو الموظف اللي عندك وانت قاعد على المكتب كده وجي متأخر وداخل فرحان وفتح الباب فيقول لك استاذ محمد، يا استاذ محمد انت ايه اللي جابك متاخر؟ ايه في ايه؟ ده هات لي قهوه. هيروح يجيب لك قهوه وهو بيدعي عليك. طب تخيل بقى ان هو جاي، استاذ محمد يا استاذ محمد اسمعوا، انا امبارح بنتي اتخطبت، معلش انا اسف اتاخرت علشان صحيت متاخر، الف مبروك. طب فين الشوكولاته اللي انت خطوبة بنتك والف مبروك، اعمل لي قهوة. هو نفس الطلب اللي انت طلبته. واحنا عندنا مشكلة برضه يا محمد كبيرة جدا، احنا ما بنفصلش. يعني انا اللي جاي من الشارع من بره مثلا وداخل على مكتبي، انا جاي عندي مشكلة ما في حياتي الشخصية، فانا اصلا جاي مضغوط، فانا داخل مش طايق بقى حد يكلمني. فاحنا مش بنقول اشعار بس، بنقول نفصل حياتنا الشخصية برضه على جنب ونفصل. رايحين الشغل يبقى رايحين الشغل، خلاص انا النهارده هشوف محمد، يبقى انا لو عندي مشكله انا بركب مشكلتي شوف محمد بابتسامه وصباح الخير. وده جبر خاطر. لو حد بيسالك انت ايه رايك في الطقم اللي انا لابسه؟ ايه رايك في الحاجه اللي اشتريتها؟ انت شايف انها مش عاجباك، بلاش تصدمه، يعني بلاش تديها له مره واحده. لا، ما حلوه يعني. جميله
هتبقى حلوه، بس انت عارف لو الموضوع ده انت كنت اخترت كذا كان هيبقى احلى، لكن ده حلو اجبر بخاطره، يمكن ما عندوش غيره، يمكن دفع كل الفلوس اللي معاه عشان يجيبه، يمكن هو ما عندوش امكانيات غير دي، اجبر طبعا. بخاطره، فرحان بالحاجه اللي جايبها، مش لازم الحاجه اللي جايبها تكون مفرحاك، بس كفايه انها مفرحاه هو، شاركه فرحته. طبعا شاركه فرحته، كمل فرحته، كمل فرحته ان انت تشاركه. الله، لا برافو عليك، ده ممتاز، هايل. حد بيقول معلومه، ما مش هقول لك معلومه غلط، معلومه نصها مخلوط، خدها منه، مش لازم تاخدها في وشه على طول يعني، خدها منه اسمعه، اكد الصح في المعلومه، وغير بذكاء الجزء الغلط في المعلومه بالراحه، صدقني هياخدها منك، هيحفظها منك، مش هيكرر الخطا تاني. في ناس خلطها بين النفاق، في فرق كبير قوي بين النفاق وما بين جبر الخاطر. جبر الخاطر ان انا دايما واقف معاك في الحاجات اللي لازم اكون فيها انسانيات، طب طبع، لكن مش بمدح فيك. الموضوع فيه فرق يا جماعه ما بين ان انا بمدح، هايل انت ممتاز انت النهارده عملت حلقه ما حصلتش، لا مفيش حاجه اسمها كده، انت ممكن يكون فيه بعض الاخطاء، بعض العيوب لازم تقف عندها علشان تقدر تعمل، مش لازم كل شغلك هيطلع 10 على 10، اكيد في بعض الاحيان شغلك ممكن تقصر فيه، لكن ما تضغطش عليه. بعدين انت لو ما عرفتش تعمل حاجه النهارده عملت نصها 50%، انت بكره هيبقى 60 70 80، ما تجمد ترجعش، لو رجعت يبقى في قصور عندك، يبقى انت استهترت. جبر الخاطر ان انت تاخد بايد الناس اللي مش عارفه، جبر الخاطر ان انت تساعد الحد اللي مش تفهم اللي مش فاهم، جبر الخاطر ان انت تجبر خاطر مريض ضعيف، انسان بسيط، تجبر بخطبه، بكلمه، بصوره، بفرحه، بمشاركه، اي حاجه ممكن تعملها تحس ان فيها سعاده للطرف الاخر، انت كده جبرت خاطره، وعشان خاطري كلنا نسعى ان احنا نجبر خاطر بعض. مهما كنت قوي، مهما كنت في رتبه معينه، في مكانه معينه، هيجي اليوم انت محتاج برضو لجبر حد يجبر خاطرك، لان هي درجات وكل واحد محتاج جبر الخاطر بدرجه مختلفه، فهتلاقي في يوم من الايام اللي حد يجبر خاطرك. النهارده احنا عاملين مسابقه على الهواء، عاملين من شبابيك، كل شخص معاه اكيد عندنا كلنا تليفوناتنا، امسك تليفونك، هنديكوا تلحقوا تمسكوا التليفونات بسرعه. كل حد معاه خط اتصالات يفتح تليفونه ويجهز، لان هنملي كارت شحن. الاسرع ويركز معانا هو اللي هياخد كارت الشحن. هنقول ارقام واحده واحده وانت ماسك تليفونك وجاهز، وهنقولها واحده واحده اتصالات، وانت هتقدر تشحن، وهقول لك الاكواد اللي هنستخدمها، وهقول لك الارقام اللي هنستخدمها، بس ركز واحده واحده، جهز تليفونك في ايديك، اهم حاجه تكون كارت اتصالات، لازم يكون خط اتصالات، الكارت اللي معانا اتصالات جاهز. اول حاجه هندوس نجمه 5 5 6 نجمه، يبقى خلاص. تاني نجمه 5 5 6 نجمه. الارقام بقى 8 5 6 0 1 0 6 6 4 8 6 4. وقفنا عند 4 ناقص رقمين، الرقمين دول انت اللي هتحطهم، بس استنى قبل ما تتسرع، الرقمين دول انت هتحطهم وتدوس شباك، اي رقمين تختارهم، هسهلها عليكم اكتر. الرقمين دول ايه؟ فردي وزي بعض الاثنين، فردي وزي بعض، سهل جدا، فردي وزي بعض، حط الارقام اللي تتوقعها ودوس نجمه، هيوصل لك كارت الشحن. اول ما يوصل لك كارت الشحن ابعت لنا رساله على الرقم اللي بيظهر على الشاشه علشان نقول لك الف مبروك. يعني هتجربوا الارقام الفرديه وهو نفس الرقم متكرر مرتين، وتدوس شباك، وتدوس بعديها شباك، وجالك الرصيد، اكيد حد وصل له الرصيد.
يا ريت اللي يوصل له الرصيد يبعت لنا رساله على الواتساب يقول لنا ان وصل له الرصيد بكام، علشان لو هيبعت لنا ان شاء الله هنعمل جايزه كمان ليه مفاجاه في اخر الحلقه. هنتكلم دلوقتي عن سيده اعمال. سيده اعمال، علشان هنطلع بعد الجزء اللي انا هقوله تقرير وفصل اعلاني. هي سيده اعمال لها العديد من النجاحات. بعد جهد وكفاح وسعي استطاعت ان تقتحم الاسواق وترفع رايه السيدات، اصبحت على القمه في مجال رياده الاعمال في مصر والوطن العربي. انها سيده الاعمال دكتوره داليا ابو المجد. عايزين نشوف هتقول لنا ايه، ونطلع فاصل ونرجع تاني. أنا دكتورة داليا أبو المجد، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة دي دي إيه للإعلام، والمدير التنفيذي لموقع inmisr.com وeasydashbooking.com. أنا مبسوطة إن أنا هكون موجودة معاكم المرة الجاية، ودي مش أول مرة بشارك معاكم، أنا بقالي حوالي 3 سنين بشارك معاكم. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم في موضوع مهم جدا بيهم فئات كتيرة، بيهم الشباب، بيهم المستثمرين، بيهم الاقتصاد المصري والتصدير، وكمان الفلاح المصري. أنا من هنا بوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان المشروعات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت اللي حطت مصر على مستوى العالم في حتة تانية خالص، وبدأنا ننافس في التنافسية العالمية. فأنا من هنا بشكره وتحياتي. شركة توماس للاستثمار بوابتك الآمنة لإنشاء مصنعك في طربول. طربول مدينة مصر الصناعية التي تخدمها جميع الطرق: القاهرة، أسيوط، الدائري الإقليمي، القاهرة، العين السخنة، الفيوم، أكتوبر، الكريمات، الزعفرانة. طربول قريبة من كل المحافظات، 77 كيلومتر من 6 أكتوبر، 44 كيلومتر من مدينة حلوان، 5 كيلومتر من نهر النيل، 83 كيلومتر من العاصمة الإدارية الجديدة، 150 كيلومتر من ميناء السويس، 109 كيلومتر من ميناء العين السخنة، 210 كيلومتر من مدينة الجلالة. نحن نسعى لإعادة توطين الصناعة العشوائية في مناطق حضرية، ونعمل على دعم وتطبيق تكنولوجيا إعادة التدوير وتطبيق تقنيات الاستدامة. في طربول مناطق تجارية ومحلات بيع بالتجزئة، منطقة سكنية ووحدات للإقامة، مباني طبية وخدمية، مكاتب إدارية وخدمات، حدائق ومناطق للترفيه، مباني تعليمية. المقدم 10%، الأقساط أكثر من 6 سنوات، تاريخ التسليم 2023. احجز مصنعك الآن مع شركة توماس للاستثمار العقاري. بوابتك الآمنة للاستثمار العقاري.